السلام عليكم، حلقة جديدة من ملعب اس بي سي. رحلة المونديال بدأت اليوم، مواجهة لم يكتب لنا فيها التوفيق أمام منتخب كولومبيا، وخسرنا بهدف للا شيء، ولكن في مرحلة الاستعداد المهم اكتشاف الأخطاء وتصحيح المسار قبل الدخول في المعترك العالمي. ما حصل؟ جرس إنذار. إلى العناوين: الأخضر يخسر أول تجربه في رحلة الاستعداد للمونديال، قضية اللاعب محمد كنو تجدد الروايات وطال الكلام ونحن بانتظار القرار، المنتخب الأولمبي واجه اليابان في صراع صدارة المجموعة، حياكم الله في قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام. انا خالد الشنيف وضيوفي الكرام الكابتن عبد الحكيم التوجي. مساء الخير. مساء النور، حياك الله ابو الوليد، سعيد تواجد معك. اهلا وسهلا. والكابتن محمد العياري، مساء الخير كابتن. مساء الخير ومساء بسعادة الحضور. حتى يصل حسن الراهب للموقع الصحيح يجينا بحول الله. جرس انذار اليوم، جرس انذار مباراة السعودية وكولومبيا تكشف بعض الامور يمكن اللي ما كنا نتوقع ان نشوفها بدري، واعتقد ان نشوفها الان احسن من نشوفها بعدين. نشوفها في الوديات وبدايه مباراه وديه، انك تجرب بعض الاساليب وبعض الطرق في اللعب اللي ما تنجح معك تضطر تغيرها وسط المباراه زي ما شفنا. رساله مهمه اعتقد للجهاز الفني، رساله مهمه للمنتخب، وان شاء الله نعمل على تصحيح الاخطاء هذه في المباريات القادمه باذن الله. انت كمدرب الغرض تظهر باداء مثالي او تبحث عن الأخطاء لتصحيحها؟ ممكن تجرب طرق تعتقد أنها بتنفع مع نوعية المنتخبات اللي بنلعب معها في كأس العالم، وبداية من اليوم ممكن طريقة بدأ فيها المدرب حس أنها ممكن تنجح، ما نجحت الطريقة، الأسلوب ما نجح، فاضطر إلى تغيير الأسلوب هذا زي ما شفنا يمكن في آخر ربع ساعة من الشوط الأول ومع الشوط الثاني. لكن كثرة التغييرات، كثرة تجارب العناصر اللي تم له دور اعتقد ان بشكل المنتخب كيف تغير بالشكل هذا، بس واضح انه في بعض الاساليب والطرق ما انفعت اليوم فاضطر الى تغييرها وسط المباراه زي ما شفنا. كابتن محمد، طبعا المباراه الوديه لها ابعاد اهم واكبر من النتيجه. اليوم الغرض منها وين كان؟ بين اليوم الغرض نتاع المدرب انه هو يجرب طريقتين وحتى طريقتين نتاع لعب، وزاد حاب يجرب فما في مراكز معينه في الملعبيه معينه، خاصه عبد الله الحمدان اليوم شفناه تحت المهاجم طريقه جديده، شفناه على الطرف وشفناه مهاجم اللي هي مكانه الطبيعي، شفنا بعض اللاعبين جدد كما قحام ناصر الدوسري ظهير يسار ما انت في المنتخب الاول، هذا كل يخلينا نشوفوا اللي المدرب عنده افكار يحب يشوفها على الميدان في الواقع، خاصة ضد منافس كولومبي اللي يتشابه مع المنافسين اللي باش يلعبوا لهم المنتخب السعودي في التصفيات. وهذاك علاش اليوم شفنا المنتخب ممكن ظهر بشكلين، شكل بداية الشوط الأول والشكل الثاني في الشوط الثاني. لنا فرص اليوم ولا ما فيش؟ يمكن فرصنا الشكل الهجومي، الشكل الهجومي اعتقد انه بين في الشوط الثاني جزء منه في عمليه التحولات، وهذا المفتاح بالنسبه لنا بيكون واخذ الكره في نص الملعب والتحولات على الاطراف اللي كانت موجوده، كان مساحات كانت موجوده، لكن نحتاج اطراف سريعين يقومون بالدور الهجومي والدور الدفاعي. ومتى ما تواجدوا الاطراف اللي يخدمون الطريقه هذه في التحولات اعتقد انه نقدر نخلق فرص زي ما شفنا جزء منها شيء بسيط اليوم في بعض التحولات الهجوميه في الشوط الثاني، ولكن في الشوط الاول تقريبا كان اللعب في وسط الملعب بعد ما المنتخب عدل من وضعه شوي في الجانب الدفاعي. اليوم حدثت كابتن محمد المرتين او ثلاث مرات الكور منسمه، احنا نقولها منسمه، تنظيم وين اللي في الملعب؟ اي هنا التنظيم، خاصه المراقب المباراه وخاصه الحكم الرابع ياخذ طرف، يعني نحن في الدوري السعودي حتى في الدرجه الاولى والدرجه الثانيه صرنا نراقب الاشياء هذيا. للامانه خطا هذايا ما نجموش يتكرر في دوله اسبانيا، في دوري معناتها تقريبا في ملعب موريسيا معناتها من الانديه الكبار، المفروض هذا يصير
قبل بداية المباراة، وما نجمش يصير في مباراة نتاع منتخبين عريقين في معناتها جايين لدولة كبيرة كما دولة إسبانيا. يعني غريب. تحصل. تحصل. حد يشيك ما. ممكن تشوف أشياء أغرب من هذه لكن تحصل. في إسبانيا؟ أنت رجال عايش في إسبانيا. في إسبانيا وغيرها بس ممكن تشوف. في إسبانيا تصير. إيه ممكن تصير نعم زي اللقطة أتوقع اللي صارت في أرضية الملعب. ممكن ممكن تحصل خطأ تنظيمي ممكن يحصل. حقة الموية. حقة الموية. تكلم عنها موجودة حقة الموية. أخطاء تنظيمية ممكن تحصل في أي مكان. طيب. انا ماني مستغرب يعني انت لان تصير في اسبانيا يعني اسبانيا تنظيمهم عالي يعني. تصير في اسبانيا تصير في اسبانيا المفاجات المفاجات في كره القدم ما يعني ما تتوقف على مويسكا هذا فريق درجه ثانيه مورسيا نعم. عفوا نعم. مورسيا درجه نعم. ثانيه ولا ثالثه نعم درجه ثانيه تحفه الملعب الملعب جميل ملعب جميل وبالعكس طاقه استيعابيه يعني من المستوى المتوسط ولكن الامور التنظيميه اللي داخل الملعب ممكن تحصل ممكن ما هي غريبه ما هي غريبه الحمد لله على السلامة يا حسن الله يسلمك أخي أبو الوليد يقولون نضيع البيت لا يا حبيبي لا والله الظرف طارئ كان يتأخر قدامك العافية قدامك العافية طيب على حسن على المباراة تعليقك السريع أعتقد هي من مبدأ المباراة كانت مباراة جيدة إعدادية استعدادية جيدة احتكاك قوي جدا كان في أخطاء كثيرة اليوم كان في تجربة لبعض اللاعبين في المنتخب بعض الخطط بعض مراكز اللاعبين في بعض الأخطاء يجب تجاوزها الاحتكاك بشكل كبير مع منتخب الكولومبي شفنا اليوم الاحتكاكات القوية احتكاك الكرة منتخب كولومبي شفنا بعض لاعبين متعودين على 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 الدوري السعودي فهذه هي نوعية المباريات اللي راح نقابلها في مجموعتنا منتخب الأرجنتيني منتخب بولندا المنتخب المكسيكي وهذا شيء جيد يعني لها إيجابيات بشكل كبير أخطاء بدأت تطلع وهذا يجب أن نتلافي هذه الأخطاء غياب رينارد وتواجد بونادي مساعدة يؤثر على المجموعة نفسيا يؤثر فنيا ما يؤثر فنيا الرسالة الفنية والهدف من المباراة يتم الاتفاق عليه قبل الوصول للملعب طريقة اللعب ولكن التغييرات اللي ممكن تحصل توجيهات المباشرة قراءة المباراة توجيهات المباشرة لأن المدرب جزء من منظومة العمل ولكنه مهم ودوره النفسي أعتقد وجوده نفسيا مهم للاعبين مهما كان لو كانت المنظومة تعمل بشكل صحيح مهما كانت المنظومة جيدة إذا كان رأس المنظومة مش موجود أكيد أنه حيأثر بشكل أو آخر أثر علينا اليوم غياب رينارد جزئيا أعتقد ما أعتقد أنه بشكل كلي لكن أثر بشكل جزئي نعم تأثير كان موجود ولو كان على الجانب النفسي أكثر من أي شيء ثاني يعني قراءة المباراة التواصل مع المدرب مستمر أكيد أثناء المباراة ولكن كعامل نفسي كجزء نفسي ممكن يكون موجود وأثر على بعض العناصر هذه لقطة الموية هتظهر لك فجأة كذا فيه عين طلعت من في الملعب ممكن تحصل في الملعب أبدا ماني مستغرب ممكن تحصل في أي مكان ممكن زيادة هنا زيادة هناك ممكن تحصل طبيعي جدا ما هي غريبة يعني اللي هنا هذه اللقطة هذه أي نعم توقفت الكرة بشكل كامل صحيح أي ممكن تحصل يعني زيادة شوي في الجزئية هذه وأثرت يعني هو فريق ترى للعلم هو فريق درجة ثانية يعادل الدرجة الأولى هنا كابتن عادل أو كابتن محمد عفوا المباراة الودية للمنتخب السعودي هنشاهدها وتشاهدها أمامك من كولومبيا فنزويلا الإكوادور ومن ثم كرواتيا يعني هذا التسلسل اللي موجود عندنا مناسبة هذه المتبقية طبعا اليوم لعبت مباراة كولومبيا فنزويلا ومن ثم الإكوادور ومن ثم كرواتيا نشوف معناتها المدرب فكر كثير في الأسلوب نتاعو اللي باش يقابل المنتخبات اللي تشابه تقريبا بنسبة 90% باش ما نقولش 100% المنتخب اللي باش يلعب لهم في التصفيات في بطولة كأس العالم وذاك علاش اليوم شفنا تقريبا المنتخب الكولومبي كان اخر مباراة تتعادل مع المنتخب الارجنتيني 0-0 مباراة معناتها كبيرة برشا اليوم لعبنا ضد منتخب قوي بدنيا كنشوف ما خلاش المنتخب السعودي يلعب الكورة وهذا الضغط اللي باش يصير في كأس العالم هذاك علاش حاب يحطهم في وضعية صعبة باش يعرفوا قيمة المباريات اللي باش يلعبوها
في بداية بطولة كأس العالم. نشوف حتى فنزويلا الإكوادور تقريبا أنا معاك والكلام لك وللكابتن عبد الحكيم ولحسن. إيش الفكرة اللي يبغى ينفذها رينارد من المباراة الودية هذه؟ الفكرة الفنية يطبق أكثر من أسلوب ولا يروح أسلوب واحد حتى يتعلمونه؟ أنت كمدرب وش لها ممكن المباراة القادمة بتبين، لأن اليوم يمكن فيه تساؤلات على بعض اللاعبين وبعض العناصر أنهم يوظفون في الخانات هذه. على سبيل المثال لما تبدأ 4-2-3-1 الحمدان مثلا وبعدها تغير إلى 4-5-1 وجزء من المباراة يصير 4-3-3، يعني ممكن أنه بيجرب كذا طريقة، بيشوف الطريقة اللي ممكن وقت تنفع معه. ولكن المباراة الجاية ليش أقول لك بتحدد؟ المباراة الجاية بتحدد، لأن لو فعلا أشرك مجموعة ثانية من اللاعبين تماما غير اللي يلعبوا اليوم، ممكن أنه هنا بيعتمد على تجريب عناصر في هذا السيستم أكثر من أنه هو واقف على تشكيلة نهائية إلى الآن. وقت تجارب؟ وقت تجارب سيستم، مش وقت تجارب عناصر، لأن بالنسبة لي أنا كمنظومة عمل كأسماء أعتقد أنه هو واقف على التشكيلة النهائية بشكل 80% أقدر أقول، يمكن عنصر وعنصرين يتم تغييرهم، بعض العناصر يتم تغييرها من الآن إلى وقت كأس العالم إلى المباريات الرسمية. ولكن بحكم أنه هو بيشتغل كثير على 4-2-3-1 فيعتقد أنه لو بدأ فيها ممكن أنها تنفع. هل عنده حل بديل إذا كان الوضع صعب اليوم في البناء زي ما شفنا في جزء من الشوط الأول؟ إذا كان ما يقدر يتدرج بالكورة بالمراحل الأولى والثانية والثالثة، هل بيقدر يلقى حل بديل لو لعب مباشر أكثر؟ انتقل إلى الخط الثاني من البناء، الخط الثالث من البناء مباشر، بعدها ينتقل إلى المرحلة الهجومية. في تفاصيل كثيرة ممكن تبين عليه في مباريات زي اللي لعبها اليوم. حسن، متاح له أن يجرب أكثر من، يعني عنده مباراة ودية يقول لك بيشرك له معظم العناصر، أو المفروض يركز زي ما قال عبد الحكيم على مجموعة واحدة؟ تكلم على 14-15 لاعب. نعم، هيرث ريناد الكل يعرف أن هو عارف التشكيل اللي حيبدأ فيها في كأس العالم، عارف التكتيك اللي حيبدأ فيه، ولهذا هو تسلسل بالمنتخبات مثل ما تفضل كابتن عبد الحكيم. ممكن المباراة القادمة والمباراة الثالثة التجريبية راح تتضح بشكل كبير الأسماء اللي بيعتمد عليها والتكتيك والتنظيم الفريق بشكل عام. اليوم كأول مباراة ودية هو أعتقد أنه كان بيكتشف بعض الأسماء وطريقة التكتيك، ومثل ما تفضل تسلسل، خاصة أخوي خالد اليوم شفنا ضغط كبير على المنتخب الكولومبي علينا بشكل كبير، صار عندنا صعوبة في عملية البناء. فأنا أعتقد في المباراة القادمة مع فنزويلا المباراة اللي بعدها أعتقد هيرتي حيقف 80-70% على التشكيل الأساسي وعلى التكتيك اللي حيلعب فيه. كابتن محمد هذا من الفيتو يقول لك منتخبنا يخسر في أول مباراة ودية، وهذا ربما يعيد هيرفي رينارد لإعادة حساباته 1000 مرة على التركيبة الخضراء، لأن اليوم اللاعبون تحضيرهم الذهني ضعيف، خصوصا الخط الخلفي يعاني من مشاكل واضحة. الخط الخلفي يعاني من مشاكل واضحة شفناها صحيح، لكن ما فماش هيرفي رينار معروف تشكيلة متاعه واضحة. اليوم تقريبا فما غيابات عديدة لازم نعرفوها. ثاني شيء فما اليوم البليه وتنبكتي أول مباراة يلعبوها مع بعضهم في خط قلب الدفاع، وهذا اللي خلى ممكن فما شوية ارتباك على المستوى الدفاعي في الشوط الأول. اللي الجمهور لازم يفهمه انه راه فما دوري مازال ما انتهاش، فما تعب برشا، فما ارهاق على مستوى الملاعبيه، هذا الكل رينار يقرا له في حسابه. انت شفت تقريبا في اخر 60-70 دقيقه لعب فما ملاعبيه بدات تتعب، كما عبد الله الحمدان، كما برشا ملاعبيه، وهذا الكل لازم نقراه له حسابه. صحيح، هذا من محسن، سؤال جيد. يقول هل تحتاج تشكيله المنتخب تعديل لانك راح تلعب ضد منتخبات كبيره، مثلا تكون دفاعية زي طريقة نادي الفيحة؟ يتكلم على منتخبنا. ثانيا، ليش ناصر الدوسري يلعب ظهير يسار على الرغم من أنه محور مميز؟ وبالنسبة لدور المجموعات، هل من الأفضل أن يلعب بتوزيع المجهود وتكون المباريات برتم تصاعدي؟ الفكرة الأولى، ليش ما نلعب بطريقة دفاعية بحتة؟ والسؤال، وهذه واقعية المباريات، والخصم اللي أمامك بيفرض عليك طريقة اللعب اللي تلعبها، وأنا ما زلت أعتقد أنها مجرد تجربة، اللي حصل اليوم تجربة، ويمكن الطريقة الدفاعية بنميل لها بشكل أكثر، خصوصا المباراة الافتتاحية مع الأرجنتين اللي هو بيكون على الورق أفضل فريق في المجموعة، فطبيعي أنه ممكن نلعب واقعية أكثر في المباراة هذه. 10 خلف خط الكرة، ما في ضغط عالي، على الأقل 9 خلف خط الكرة إذا ما كان المهاجم الوحدة يعني هو اللي بين السناتر والباقيين كلهم. طبيعي أنا ما أعتقد أن هذا الشيء بيفاجئنا، يعني إذا شفناه أمام الأرجنتين، لأن هذه هي واقعية المباراة اللي تفرضها علينا الوضعية اللي إحنا فيها. لأنك أنت مختار حالات اليوم سلبية. نعم.
في عملية الضغط. نعم. مستمرون معكم وبعد الفاصل. أمام كولومبيا حضور فني متواضع، لا رغبة ولا حافز. حياكم الله من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام. حسن هذا من ماجد الأدوان يقول مواجهة كولومبيا في الهاشتاج ملعب اس بي اختيار موفق أمام منتخب متفوق لياقيا كشف العديد من الأخطاء على مستوى خط الدفاع وعلى مستوى التمرير وبناء الهجمات، اختيار المنتخب الكولومبي موفق حسن؟ موفق بشكل كبير أخي خالد. الأهم اليوم احنا نكتشف أخطائنا، احنا لين نلعب مباريات الودية لأسباب، أول شيء اكتشاف أخطائنا وتعديل أخطائنا في المباريات القادمة. أضف إلى ذلك أرجع وأقول لك المنتخب الكولومبي كقيمة سوقية وكإمكانيات أقوى وإمكانيات وأبقى وأقوى حتى على المستوى البدني، هذا اللي راح نواجهه في المباريات القادمة وهذا اللي راح يكون في مواجهات كأس العالم. يجب التدرج ويجب تصحيح الأخطاء مثل ما تفضل كابتن عبد الحكيم. اعتقد ان مباراه فنزويلا اللي حتبان بشكل كبير، حنوصل ان شاء الله باذن الله مع مباراه تقليل الاخطاء على اعلى مستوى المنتخب ان شاء الله. الحاله الاولى اللي مختارها عبد الحكيم الضغط السلبي، تقول لي تونا على الهواء في واحد يتاخر يخرب المنظومه. صحيح، هي منظومه عمل كامله في عمليه الضغط ولازم تتم بالتنسيق كوردينيشن بين اللاعبين. واحد يتاخر، واحد يطلع في توقيت خطا، ممكن انه يضرب الخط الاول للضغط وبعدها يتم ايجاد المساحه في الخط الخلفي. وهذا اللي صار، تكررت اللقطه ذي كثير، يكون لاعب واحد متاخر يضرب المنظومه اللي طلعت من لاعبين او ثلاثه قبله في الموقف اللي كان في عمليه الضغط الاولى، فالمساحه تكون موجوده على الخط الثاني وهكذا، لان اللاعب طلع خطا في توقيت خطا تكشف المساحه وراء. هذا في كل يعني قاعد تشاهدها، وهذه تكررت كثير في الشوط الاول. وبغض النظر هي كانت فوق في الملعب في الثلث الهجومي او في وسط الملعب، تكررت هذه وشفناها بشكل واضح. ولما تلعب امام فريق مميز ويحرك الكره بشكل سليم وبشكل سريع بالخطوط يعني طول وعرض، بيلقى فيك المساحات بالشكل هذا، خصوصا اذا لاعب واحد بس في الكوردينيشن ما كان طالع في وقته الصح. يعني أنا في كل مره زي ما قلت تلقى لي واحد متاخر 3 متر، واحد متاخر يكفيك، مجرد واحد بيطلع في المساحه موجوده الان، صارت وراء الخط الاول. هذا زي ما تشوفها في مساحه كبيره للمحور الان الحاله يقدر يستلم، فلاعب واحد متاخر بس. بنستمر بالاسلوب هذا، اتمنى انه يعالج، اتمنى انه ينحل هالاسلوب، لان فعلا هذه تحتاج منظومه عمل متكامله من راس الحربه الى الخط اللي وراه. جيد ان نلعب فيها ولا لا؟ بنحتاجها في اوقات، ولكن مو شرط ان نحتاجها في منطقه عاليه في الملعب في الثلث الهجومي، ممكن نحتاجها في نص الملعب اكثر متى ما كانت خطوطنا متقاربه، لان في حال خطوط متقاربه في نص الملعب تعويض هذا الخطأ بيكون أسهل، المسافات أقرب إنك تغطيها. ولكن فوق في الملعب إذا كنت طالع، وزي ما نشوف يمكن هذه المشكلة تراكمت وأدت إلى دفاعنا أنه يقف بخط متقدم، هذه برضو سببت لنا مشاكل شفناها فنيا لاحقا. أبروح للكابتن محمد على تمركز دفاعنا مع هذه المشكلة، تبعها مشكلة ثانية زي ما قال عبد الحكيم، تمركز الدفاع 35 أو 35 متر في ظهرهم، اتعبونا منتخب كولومبيا. تفضل. التمركز ما كانش بالكيفيه اللازمه. شوف هنا تقريبا الفل عاملين الضغط العالي، ومن بعد في العوده التمركز نتاعهم ما كانش في نفس الخط. الظهير يسار اليوم دا الناصر ما كانش موفق، باش ما نكونوش قاسيين عليه للامانه، في ظهره كان ديما. ثاني شيء التغطيه الدفاعيه نتاع المحاور ما كانتش بالكيفيه اللازمه، وتسبب في هدف وقت اللي طلب الكره في الظهر نتاع البليهي. وهذا شوف لهنا تقريبا، شوف ديما نفس الحاله دار كما كان يحكي الكابتن، هنا خلى فما مساحات في ظهره، وهنا شوف التمركز نتاعو ماهوش فارد لاين، وذاك علاش تشوف السرعه نتاع المتوسط ميدان اللي خرج في الظهر خذا الكره. شوف هنا ناصر ما كانش بالكيفيه اللازمه، لكن خروج العويس في التايمينغ الصحيح مع عوده البليهي قدر الملاعب باش يفك الكره.
هنا فما سوء تمركز نتاع الملاعبيه هنا، خاصه اليوم نشوف ولي ناصر دوسري في الوان تو زاد لعب ضد، للامانه لعب ضد ملاعبيه كبار، لاعبيه قويين بدنيا، لاعبيه يعرفوا بعضهم من زمان. شوف هنا التمرير في العمق، وهذا اللي ينقص المنتخب السعودي في المباراه اللي هو اللعب في العمق. عبد الحكيم، لك راي في الموضوع؟ يمكن اللقطه اللي قبل شوي اللي كانت مسافه ال 47 متر خطوره دائما، لما تشوف لاعب يستلم بين الخطوط بينه وبين خط دفاعك تقريبا 20 متر بس، ودفاعك واقف على 45 متر او اكثر من مرماه، يعني واقف على خط عالي بسهولة انه يحط المهاجم في المساحه. وش المفروض المساحه اللي موجود؟ مجرد ان اللاعب يستلم في المنطقه هذه، مجرد ان لاعبك المدافعين الاربعه اللي ورا يشوفون لاعب استلم كوره، حتى في خط الدفاع استلم كوره بدون ضغط عليه، وانا بيني وبينه تقريبا 20 25 متر، لازم اني انزل انا 3 4 متر وراي، لازم اغطي المساحه هنا. هذه اللي اتكلم، هذه لاعب استلم في الحاله دي المفروض ننزل 3 4 متر تحت، سوي التامين كلنا، كل الخط ينزل. طيب اللي قاعد اشاهده في كل مره نطلع ولا في واحد رجع حتى في حاله الهدف، مو هذه الاشكاليه اللي في اللقطه هذه اللي تكررت كثير، ان الخط يكون بالشكل هذا بغض النظر واحد كاسر تسلل ولا لا، لان في مساحه ورا ناصر مثلا تكررت الشوط الاول، ولكن هذه الخط مجرد انه واقف عالي ولاعب مستلم يقدر يحطها في ظهرنا، هذه مشكله. عبد الحكيم، للعلم الحالات هذه صارت لمنتخبنا في جميع معظم مباريات التصفيات. صحيح، ولكن جوده المنتخب اللي قدامك هي اللي تبين الان جوده المنتخب اللي امامك اللي ممكن يستغل المساحات هذه ويلعب عليها. هذه اشكاليه كبيره، مجرد ان اللاعب يستلم في نص ملعبنا ويدور بالشكل هذا وباريحيه يقدر يحطها ورانا، لازم ننزل 3 4 متر تحت على الاقل. حسن، القاعده او المشكله الازليه الرقابه في الكرات الارضيه، عندنا مشكله ازليه فيها. هذه مشاكل مثل ما تفضلت، يعني ازليه في كره القدم السعوديه عانينا منها بشكل كبير. اليوم شفنا الاخطاء في الكرات العرضيه، عدم التمركز. لاحظ مثل الكره هذه، لاحظ اللاعبين كيف، يعني لاعبين على 5 لاعبين في خط ال 18، ولمرم ذلك اللاعب المنتخب الكولومبي تمكن من الكره. اضف الى طريقه حتى الهدف، لاحظنا كثير من الكرات العرضيه اخوي ابو الوليد ان عندنا نعاني بشكل عن عمليه المراقبه، عمليه دائما ما نناظر الكره وننسى الخصم. هذه مشكلتنا، وهذه اللي عانينا فيها في بطولات كبيره. صحيح، ان قاعدين نناظر الكره والخصم اساسا هو اللي جالس يتمركز، وهنا مشاكل كبيره. يجب يكون في تواصل، يجب في كونكت بين الخطوط الثلاثه وبين الحارس، ويجب الشغل بشكل كبير، لان حنعاني بشكل كبير في الكرات العرضيه. عندك اضافه؟ هذه إضافة بسيطة عشان أوريك أن هذا موضوع موجود، أتوقع وهو في طبيعة اللاعب. إحنا ما نبغى طبيعتنا كسعوديين، إيه أنا ما أبغى أقسو على اللاعب، لكنها موجودة في طبيعة اللاعب بالذات المدافعين عندنا، لاحظتها. يعني أنا أتكلم من أعمار صغيرة حتى أنا لاحظت هذا الشيء، أنه موجود حتى في التأسيس. في مباراة ضد مرسيليا تحت 19 سنة، مباراة أنا لاعبها، أنا موجود فيها، أنا خصمهم، المدافع مرسيليا مع المهاجم حقنا من دخل 18 كتفه بكتفه معاه، الكرة هناك فهو عينه على الكرة وكتفه بكتفه معاه، يحس فيه بجسمه وعينه على الكرة. هذا شيء موجود في التأسيس، إذا مو موجود من البداية صعب أنك ممكن تتدرب عليه وتعدل فيه في المنتخب. صحيح، وتشتغل عليه أكثر في المنتخب، لكن هذه مشكلة أزلية موجودة معانا، ولا هي موجودة من المسابقة هذه، هذه موجودة من زمان. خسرنا بطولات، كلنا أتوقع شايفينها. نعم، خسرنا بطولات كثير بسبب المواقف هذه. نعم، صحيح صحيح. كابتن محمد، مشكلة كبرى كانت في إخراج الكرة من ثلثنا الدفاعي إلى الثلث الأوسط مع ضغط كولومبيا، عانينا الأمرين. كما كان الكابتن كان لهنا ضيع نقطة، هما هنا الكولومبيين عملية الضغط بتاعهم متوازنة وصحيحة ب100%. شوف هنا كيفاش عملية الضغط بتاعهم تكون كبيرة في وقت من التايمينج بتاعهم، كيفاش كان ممتاز. هنا سوء التصرف نتاع الملاعبية هنا، تاع خاصة هنا سلمان الفرج ما عرفش كيفاش يخرج بالكورة ويلعب لمسة واحدة، عملت نجح عملية الضغط بتاعهم، كانت ممكن تكون هجمة واعدة لولا اللاعب تواجده في التسلل. كيف هنا فما هنا البطء نتاع التمرير نتاع الكورة، البطء. وثاني شيء اليوم نقص المنتخب السعودي اللعب في العمق، لعب الامام اللي هو التمرير الامام. شوف هنا كيفاش التمرير كانت خاطئه، سوء التواصل كونكشن بين الملاعبيه خلى المنتخب الكولومبي يدخل في بدايه ربع ساعه و20 دقيقه، هذه هجمه واعده كانت تكلفنا، كانت تكلف المنتخب السعودي هدف في البدايه. شوف هنا عمليه الضغط كيفاش تكون توازن،
كان فما نقص بين الربط خاصة اللي هو رقم 10. اليوم اللي شفنا عبد الله الحمدان حب يلعبوا رقم 10، شوف لهنا فما برشا مساحات فاضية لو كان فما لاعب 10 طيب. صحيح كان هو اللي ينزل يستلم الكرة الأخطاء ويلعب. أنا معاك عبد الحكيم، الأخطاء اللي قاعد أشاهدها مكررة، 5 أخطاء حسبناها في الشوط الأول ونفس الأخطاء مكررة، في أخطاء في التمرير ما في أحد يعدل، يعني اللي قاعد يصير خطأ. مو التوجيه على نقطة زي هذه، إذا عندك 4 5 لاعبين في ملعبك وقاعدين يضغطونك بشكل جيد ويفتكون الكرة، هي واحدة من ثنتين، يعني هم يعني يجيدون عملية الضغط أساسا ويفتكون الكرة بشكل جيد، لأنه في 4 5 لاعبين أنت تشوفهم في منطقة اللي قدامك، أنت في المنطقة اللي قدامك توجه هنا أنك تنتقل للخط الثاني الخط الثالث مباشر عشان تضرب 4 5 لاعبين تمريرة واحدة. هذا الشيء إذا أنت ما عندك الإجادة في التمرير أو ما توفق خط الدفاع والحارس مثلا أنه يلعب التمريرة الأولى صحيحة او ان اخذ وقته فيها لدرجه انها ممكن تنقطع ويتمركز الخصم قدامي بشكل جيد، هنا يجب ان يكون التوجيه على انه ينتقل للخطوه الثانيه او الثالثه مباشر، يروح الى نص الملعب، يروح للدائره على طول بحكم وجود لاعب هناك، فلازم واحد ينزل من اللاعبين اللي في الخط الامامي ينزل على اساس انه يخلق زياده عدديه في نص الملعب وراء الخمسه السته اللي ضاغطيننا في الجزء الاول، فهذول لازم ينضربون بشكل مباشر. لكن هذا الشيء ما تم، واضح انه ما كان فيه حتى وجود لهذا الحل اني العب مباشر، لان الضغط كان عالي في أول نص ساعة، كان الضغط عالي وباستمرار واستمرينا في الأخطاء لم يتم تعديل هذا الشيء، وهذا كان شيء برضو بالنسبة لنا الوضع غريب شوي. عفوا عبد الحكيم، استمرينا فيه، استمرينا لأنه مؤمن الأسلوب هذا بينجح سيد هيرفي رينارد، إنه بيطبق عليه، إنك لما تستمر على الخطأ تقول لك لا أخطي اليوم بس أنا بنجح في كأس العالم. ما أعرف إيش الفكرة من الاستمرار عليه في الخطأ، ولكن يعني التعليمات البسيطة اللي يعني بالنسبة لي لو يعني أنا لما أكون في هذا الموقف وأتعرض للضغط، بتعرض للضغط كثير في مواقف ضغط عالي من فرق كثير قابلناها، إذا الخط الأول 4 5 ما نقدر نطلع من 4 5 اللي جاييني أول خط، ابدا العب المباشر وراهم على اساس اني اضرب الخط الاول الثاني في الكرات الطويله، اتكلم عليها الكرات الطويله المباشره، واحاول اني اخذ الكره الثانيه وانتقل بعدها، على الاقل لازم اني ارجع الاربع خمس لاعبين اللي قاعدين يضغطون فوق، احسسهم اني انا ممكن العب المباشر، فابدا انزل الخط شوي، اعطي نفسي مساحه في البناء واطلع بالكره الدرج مره ثانيه. فهي لازم انك يعني تشكل طريقه اللعب على اساس برضو الخصم تمرن عليها، شكله ما تمرن عليها يعني الظاهر لي ما انا ما تمرن، ما هو واضح بالنسبة لي، لكن اليوم الاستمرار عليها بالرغم أنها ما نجحت أول نص ساعة بالنسبة لي كان علامة استفهام. طيب حسن، في استفتاء عمل فريق الأداء، كيف شاهدت أداء المنتخب السعودي أمام كولومبيا؟ جيد جدا، جيد ضعيف، الجمهور راح إلى وين؟ راح الجيد جدا أو جيد أو ضعيف على بال ما يجهز الاستفتاء من فريق الأداء. حسن، انت اداء المنتخب شايفه جيد جدا، جيد، ضعيف، وين رايح؟ بناء على مباراه اليوم اعتقد انه غير مرضي بالنسبه لنا، تتكلم على يعني ضعيف يعني من ناحيه عندنا امكانيات وعندنا اكثر مما قدم الفريق المنتخب. ظروف المباراه ممكن مختلفه، لكن كاول بدايه الاستعداد لكاس العالم اخوي ابو الوليد يعني مهمه ان نصحح اخطائنا، غير مرضيه، ضعيفه جدا، ضعيف الأداء، الاحتكاكات ضعيفة، فقدنا الكرة بشكل كبير مثل ما تفضلنا، ما فرضنا حتى يعني جزء بسيط من هويتنا إحنا كلاعيبة، في عندنا لعيبة على مستوى عالي، نلعب كرة جيدة في الأرض، لكن اليوم ما ظهرنا وهذا الشيء اللي يجب التحسن فيه. الجمهور راح إلى ضعيف 73%، 21% جيد، 6% جيد جداً. كابتن محمد العياري، عشان نتذكر ونذكركم ونذكر أنفسنا، ترى هذه مجموعتنا في كأس العالم، الأرجنتين، المكسيك، بولندا، كل مرة عشان نحفظها هذا تسلسل المباريات، الأرجنتين ومن ثم بولندا ومن ثم المكسيك، صعبة محمد؟ أكيد صعبة، صعبة صعبة، صعبة جدا، المجموعة الأمانة صعبة، خاصة تلعب ضد زوز منتخبات من أمريكا اللاتينية قويين، معروفين بحضورهم في كأس العالم، معروفين بالإمكانيات العالية، شفنا اليوم المجهود الانضباط التكتيكي خاصة والبنية التحتية الكبيرة، البنية الجسمانية الكبيرة، اليوم نقطة واحدة باش ما نرجع لكش، اليوم نصور اللي المثلث في وسط الميدان ما كانش بالكيفية اللازمة في المنتخب السعودي، كي لعبنا بكنو بقوي على المستوى الافتكاك الكرة قوي في نسبة الضغط يرجع المنتخب السعودي يشد في الكرة، وهذا اللي نشوفه اللي نتصوره ممكن هيرفي رينارد باش يخمم فيه في المستقبل.
كأنه ما تدري ايش حيصير له، يرجع ولا ما يرجع، وان شاء الله يرجع. مستمرين معكم وبعد الفاصل. قضية كنو ما بين الأقاويل واختيار المحكمين. حياكم الله من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام. قضية كنو كل يوم يطلع لنا شيء جديد بين تشكيل المحكمين، الهلال احتج ومركز التحكيم وافق، وكل يوم قاعد يطلع موضوع جديد أنا ممكن لا أفهم فيها بصراحة. حتى تشكيل المحكمين اللي أقصده لا أفهم فيها. أنا أسمع زيكم، ومعانا الأستاذ يعقوب المطير. أمسك بالخير أستاذ يعقوب. خير استاذ خالد، وكذلك بالضيوف معك في الاستديو والساده المشاهدين. طيب صحيح تشكيل المحكمين اللي قلته ولا لا؟ نعم مصطلح قانوني. نعم صحيح. طيب تقدر تفسرها لنا بالضبط وش هي في تشكيل المحكمين؟ جميل جميل. طبعا تشكيل هيئه التحكيم اللي سوف تنظر يعني المنازع التحكيميه يتم طبعا عن طريق اطراف المنازع التحكيميه. كل طرف في القضيه يختار له محكم عن طريق قائمة المحكمين المعتمدين إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي. هذه التحكيم يعني تتشكل وتتكون من ثلاث محكمين، طرفي المنازع يختاران محكمين، ومركز التحكيم الرياضي السعودي يختار المحكم المرجح وهو محكم محايد حتى تكتمل تشكيل هيئة التحكيم من ثلاث محكمين. طيب اليوم اللي أمس أو قبل أمس اللي طلع الهلال احتج على المحكم حق النصر اللي هو محمد عبد الرؤوف ولا لا؟ ها؟ احتج؟ نعم كما هو متداول. نعم نعم صحيح. صحيح. سبب الاحتجاج؟ طبعا يعني كما هو متداول بأنه سبب الاحتجاج أنه يعني هذا المحكم نظر يعني منازعة سابقة أو قضية سابقة في هذا الموضوع أو قضية سابقة لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي. ولكن أنا بتكلم طبعا تعرف أنت الآن ليش احتاج الهلال ليش احتاج على المحكم إذا عندك المعلومة؟ كما هو متداول طبعا مطروح الآن في الإعلام بأنه أنه السبب هو نظر قضية سابقة أو موضوع مطروح سابق بنفس القضية، ربما قضية عبد الغال سالم التي كانت في فترة سابقة. ولكن أستاذ خالد تسمح لي طبعا دون الخوض في هذا الموضوع لأن في الأخير هذه القضية منظورة، ولكن سأتحدث لك أنا بشكل عام لأنه فعلا يعني هذه لما تقول يعني تحتاج تثقيف قانوني في هذا المجال. انك انت لا يمكنك انت يعني تطلب الطعن بمحكم او رد محكم الا اذا يعني وجدت ثلاث حالات معينه، ثلاث حالات نصف عليها الماده 28 من القواعد الاجرائيه. اذا كان المحكم له مصلحه مباشره او غير مباشره في المنازعه، اذا كان يعني له علاقه قرابه من الدرجه الرابعه، والفقره الثالثه اذا سبق له التعامل مع الموضوع المطروح بأي شكل من الأشكال. يعني أن هيئة التحكيم بنفسها هي يعني إذا رأت أنه ما يؤثر على حيادية هيئة التحكيم بإمكانها ترفع طلب إلى غرفة التحكيم الخاصة فيها أو غرفة المنازعات الخاصة فيها حتى يعني يتم رد المحكم أو إعادة تشكيل هيئة التحكيم، أو هناك عن طريق أحد أطراف المنازعة أو ممثلهم قانونياً بتقديم طلب برد المحكم او عن 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 تواجد هيئه التحكيم، وبالتالي يكون الطلب لدى مجلس اداره مركز التحكيم له الحق بقبول هذا الطلب او الرفض مع ذكر الاسباب. وطبعا هذه هي الاساس القانوني صحيح عليه في هذه الماده فقط.
المعلومة أن تم رفض الطلب أو تم رفض الطعن في المحكم. نعم كما هو متداول طبعا تعرف احنا ما عندنا نملك اي معلومات الا عن طريق الاعلام. طيب كما هو متداول طيب. انه زي ما تفضلت وبالتالي هذا طبعا هذا يخضع الى طيب. تقدير مجلس مركز التحكيم. طيب الان اذا تم الرفض لان نحن داخلين في موضوع ثاني خلاص ما في طعن ثاني ولا لسه في طعن ثاني وفي تشكيل فيه احتجاج ثاني عشان نعرف. اعتقد انه 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 خلاص الان من الجانب الشكلي انه هذا يمكن ربما اخر الطلبات وبالتالي الان مفترض ان يتم نظر المنازعه من حيث الموضوع. تشكيل الفريق الان متى ممكن يصدر الحكم؟ لان في سؤال لك مهم جدا مرتبط في هذا الجانب، متى ممكن يصدر الحكم؟ شهر، شهرين، ثلاثه، اربعه؟ والله استاذ خالد هذا متروك لتقدير هيئه التحكيم، هي الجهه المختصه تحدد مدة يعني هذا النزاع ومتى يتم إنهاء يعني يتم وضع يعني جدول زمني في إنهاء هذه المنازعة لأن في الأخير هناك مرافعات هناك ردود بشكل عام يعني لابد ربما يكون هناك جلسات استماع لحضور الشهود لحضور أطراف أو أخذ إفادات من جهات خارجية فبالتالي الجدول الزمني يحدد هيئة التحكيم لسوف تنظر المنازعة وطبعا هذا بشكل عام في اي قضيه او اي منازعه تحكيميه. التدابير الوقتيه ممكن ترجع ولا خلاص صم البت فيها نهائيا؟ لا انتهى موضوع خلاص. خلاص انتهى موضوع. نعم صحيح نهائيا. نعم طيب هذا لان هذا في سؤال من الفيتو لك يا استاذ يعقوب، يقول الاستاذ يعقوب كانه يحتاج الى استقرار عشان يعرف واجباته سواء محليا او المنتخب. صعب جدا تصنع لاعب في المونديال هو نفسه مو عارف ايش مصيره من قرار القضيه باختصار البت بالقضيه هو الحل لكي يرتاح اللاعب. جميل بصراحه هذا السؤال يعني بخارج موضوع القضيه المنظوره حاليا في الاداره مركز التحكيم الرياضي السعودي. طبعا عقوبه الايقاف على الكابتن محمد كنو هي عقوبه رياضيه تعلق في حالة مشاركة النادي عفوا اللاعب مع المنتخب السعودي وبالتالي نشوف الآن بإمكانه الآن يشارك ولكن إذا كان هناك مباراة رسمية قد لا يشارك لأنها عقوبة رياضية وليس عقوبة تأديبية. لو كانت عقوبة تأديبية لا يمكن المشاركة حتى لو كانت مباراة ودية لا يمكن وهذا طبعا يمكن هذا طبعا يعني شفنا له تأثير في مشاركة اليوم اللاعب محمد كنو مع المنتخب السعودي أمام منتخب كولومبيا. فالآن مضى على الإيقاف حاليا تقريبا الآن يمكن شهر و15 يوم أو 12 يوم تبقى الفترة المتبقية. يعني أعتقد أنه بعد انتهاء الفترة بإمكان اللاعب يشارك مع ناديه وكذلك مع المنتخب السعودي في كأس العالم. أي إضافة يا أستاذ يعقوب؟ شكرا لك أستاذ خالد. عندك إضافة عبد الحكيم؟ شكرا عقوب. شكرا. ما القضايا أنا ما أحب أدخل فيها ما غير ملمين ما نقدر نفتي والأستاذ يعقوب موجود غير ملمين. مستمرون معكم وبعد الفاصل الوحدة يقيم حفل الصعود بهجة بالعودة السريعة. حياكم الله من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام. الخليج، العدالة، الوحدة، العائدون إلى دوري الأمير محمد بن سلمان. حلوة العودة أكيد ما في شك. مبروك لهم، مبروك الأندية الصاعدة. أكيد أنها معاناة دوري طويل ونبارك لهم الصعود والإنجاز هذا. الحبيب بن رمضان مدرب الوحدة مع مراسلنا سلطان الأسمري.
الحمد لله الوحدة الساهل عادت لمكانها الطبيعي. كابتن وليد يمكن مريت بصعوبات كثير. ألف مبروك نادي الوحدة الرجوع المكان الحقيقي بتاعه المكان الطبيعي. ألف مبروك الأهالي مكة، إن شاء الله أفراحهم ديما دايما، وإن شاء الله ديما نشوف الوحدة في دوري المحترفين. كابتن ما شاء الله عليك، يعني دائما مع الأندية متعهد للصعود، يعني أتوقع الصعود تصبح ماركة معك يا كابتن. الحمد لله والشكر لله، هذه تقريبا معناتها من ضمن الانجازات متاعي، 5 سنوات متتاليه معناتها كل سنه نصعد فريق. ربي موفقنا والعمل متاعنا والأنا والاطار الفني معناتها المصاحب ليلي، كل سنه نجتهدوا كل سنه نحطوا معناتها امامنا هدف معين رغم الصعوبات والكل، والحمد لله نتواصلوا معناتها كل سنه باش نصعدوا فريق. يا حتكلمك من أندية الدرجة الأولى للموسم المقبل؟ رسمي لا، رسمي لا، لكن معناتها يوصلني الكلام في كثير معناتها يرغبوا في معناتها الظفر بخدماتي. لكل حدث حديث إن شاء الله، معناتها الفريق اللي مشي يقع عليه معناتها الاختيار يكون تقريبا الفارس الثامن معناتها في الصعود في مشوار الكابتن حبيب رمضان. هذا تعويذة الصعود ما شاء الله الحبيب رمضان. 5 فرق في 5 سنوات متتالية يا كابتن محمد العياري. صحيح الحبيب الكابتن حبيب عرب الصعود معروف الدوري الدرجة الأولى. وش يسموه؟ وش يسموه؟ عرب الصعود. عرب الصعود. جميل بالقاسم. هم الاثنين تقريبا على المستوى الصعود. الحبيب اليوم قاعد يعمل مجهود كبير رغم الظروف والصعوبات اللي واجهته في نادي الوحده. في البدايه تعرف ما كانش النجم يسجل حتى لاعب، بدا تقريبا باللاعبين الشباب واللاعبين الموجودين من السنه الفارطه، قدم مستوى طيب في البدايه، لكن في شهر ديسمبر تم تسجيل لاعبين وزاد اكد المستوى نتاع الوحده ووصل الوحده للبر الامان اللي هو الصعود، ويستاهلون الصعود كما الوحده كما العداله كما الخليج. وليد باخ شوين مع مراسلنا سلطان الأسمري. الحمد لله الوحدة الساهل عادت لمكانها الطبيعي. كابتن وليد يمكن مريت بصعوبات كثيرة في الدوري، مريت بأمور كثيرة، إيش حاب توصف المشوار الوصول للدوري المحترفين؟ والله أكيد الكل عارف، المتابع لدوري يلوم عارف أنه الوحدة مرت بصعوبات، منها عدم التسجيل الدور الأول سواء محترفين او محليين، تقريبا 12 13 لاعب اضطرينا نلعب بلعيبه من شباب النادي وكانوا الصراحه من خيره الرجال. تعرف الكفاءه الماليه الاشياء هذه، اللعيبه الصراحه استحملوا فوق طاقتهم شهور من الرواتب ما استلموا. في زمن الاحتراف الصراحه يعطيك هي مو اي لاعب يقدر يعطي، هو متأخر عليه رواتب أو متأخر عليه خدمات يعني للاعب. قهرنا الظروف هذه، كنا مأمنين أنه من أول يوم أنه حنصعد، مدرب من يوم ما جانا ومسكنا قال أنا بالنجوم هذه إن شاء الله حصعد للدوري الممتاز، وهذا الصراحة اللي كان مكتوب لنا وهذا اللي أخذناه. حسن الوحدة تمتلك نجوم، يعني الأسماء الموجودة على رأسهم وليد أحمد عبده، أسماء كلها كبيرة ساهمت في سرعة عودة الوحدة. صحيح صحيح كلامك أخي أبو الوليد، أعتقد على معاناة دوري الدرجة الأولى معاناة صعبة ليس فقط على الوحدة، الوحدة عانى بشكل كبير من بداية الموسم مثل ما تفضل الكابتن وليد، والإدارة عانت بشكل كبير، لكن استفادت من اللاعبين الخبره مثل وليد باخشوين عبدو، تلاقي بعض اللعيبه اللي ساعدوا المجموعه وهذا الشيء يحسب. اعتقد مبروك للفرق الصاعده، مبروك للوحده، مبروك لمكه لان مكه مهمه اليوم ان تتواجد في 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 الدور الممتاز. اعتقد يجب العمل اخوي ابو الوليد للانديه الصاعده من الان، يجب العمل للدور الممتاز من الان. الصعود سهل، البقاء أصعب. توفيق تونسي المدير التنفيذي مع مراسلنا سلطان الأسمري.
الحمد تدوم النعم، نحمد الله دائما على ما نحن فيه. ظروف كانت صعبه جدا، ظروف كانت قاسيه. دوري يلو ترى ما هو دوري سهل، انا اشوفه من التوب فور في المنطقه العربيه، دوري ما هو سهل. تفاجأنا قبل بدايه الدوري انه ما قدرنا لنقص ورقي معين ان نطلع ايش الكفاءه الماليه. دخلت الدوري ب 14 لاعب، سبعه منهم 19 ل 20، والباقي اعمار يعني عندهم خبره، والعيال انهوا الدور الاول ب 33 نقطه، بينهم وبين الخليج 5 نقاط. شعرنا من هذه اللحظه انه الوحده اللي بيلعب شعار وعراقه مكان. حارب الرجال، أراهن عليهم لاعبينا والخبير الكابتن حبيب من رمضان، هذه الخلطة والتوكل على الله. أقسم بالله، أقسم بالله ما جاني شك واحد لحظة طوال العشرة شهور دي إنه الوحدة ما صاعدة. في تفاصيل ما تظهر للمتابع، ما تظهر للمشجع، أعطينا هذا أحد التفاصيل. مرجلة، تركيز، احترام تاريخ مكانة نادي، لاعبين قيمة وقامة، يعني عيال رجال كانوا كلمتي لهم سيف، كانوا يتعاملوا معنا بطريقة مرجلة، إنه كانوا عندهم القدرة أنهم يرجعوا. ودائما كنا نتعثر لننجح، الناس تتعثر تضيع صح، إحنا نتعثر عشان ننجح كده. كنا كان في غرفة لبس بعد الله عز وجل، وليد باقشوين وأخوانه اللاعبين كنا شغالين بلحمة، وعندنا مدرب كويس، عسكرنا في أوروبا، يعني عسكرنا في سلوفينيا، وعملنا معسكر إعدادي عالي وجهاز فني عالي، ولاعبين نزلوا معايا من الدوري المحترفين. فبعد التوكل على الله كان في عمل منظم بعد توفيق الله، الفريق ما صعد، رجع لمكانه الطبيعي. مخطط له من البداية عبد الحكيم إنه يعود الفريق هذا. الله يبارك لهم إن شاء الله، ونقول لهم مبروك على الصعود مرة ثانية. الوحدة بيكون إن شاء الله يعني علامة مميزة في الدوري إن شاء الله، ونطلع إنه يكون يقدم موسم أفضل الموسم القادم، هذا الأهم. التنوع الجغرافي في الأندية، الخليج جاي من سيهات، العدالة من الحسا، الوحدة من مكة المكرمة، وباقي الأندية الموجودين في دوري المحترفين، فوائدها على الدوري فوائد كبيرة ما في شك، لأن ممكن الدعم الجماهيري اللي بيكون موجود لهم بيكون كبير في المناطق الثلاث الحقيقة، الجمهور في الحسا، الجمهور في سيهات، الجمهور في مكة، جمهور كبير ومحب للأندية هذه. فأتوقع بنشوف مباريات الدوري إن شاء الله الموسم القادم، مباريات جماهيرية خصوصا لما تكون مع الفرق الثلاث هذه. عشان الخليجي بيلعب في سيهات ولا في الدمام؟ والله أعتقد إلى الآن غير معروف، لكن أعتقد يعني مثل ما تفضل كابتن، يعني جماهير سيهات يعني ذواقة وشغوفة مشتاقة للعودة للممتاز والحضور الجماهير بشكل كبير. اليوم تتكلم على الخليج، أعتقد والعدالة والفتح وعندك الاتفاق، يعني في تقريبا 4 أندية من المنطقة الشرقية في تنافس كبير. اللعب في استاد الأمير محمد بن فهد أعتقد بيعطي يعني مساحة كبيرة للعمل، الإدارة، حضور الجماهير والدعم الموجود من الوزارة. 3 فرق عريقة جماهيريا وعريقة تاريخيا، الخليج، العدالة، والوحدة. كابتن محمد، كابتن حسن، كابتن عبد الحكيم، أي إضافة أخيرة؟ شكرا لكم. حسن، شكرا يا أبو، شكرا لكم، تصبحون على خير.